الحمد لله رب العالمين، منزل البلاغ المبين، مرسل النبي الأمين، وصلاة وسلاما على أحمد الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم محب العربية وعشاقها من كل فج ومن كل فوج، في منصتنا الرائدة، منصة مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، حرسها الله وشرفها وبعد. اللغة العربية لغة عالمية بعدد الناطقين بها والمحتاجين إليها من غير العرب، يتعلمونها لأسباب متعددة كالدين والسياسة والأمن والاستثمار في التجارة والاقتصاد، مما أعطاها مكانة مرموقة في الدوائر الرسمية العالمية. وتحتل العربية حاليا مرتبة لا بأس بها على محركات البحث العالمية، واعتبرها المختصون ضمن اللغات الخمسين الأكثر بروزا في الترجمة. وإن مستقبل اللغة العربية مسألة تهم الجميع، ولا يأتي الغد المشرق لغويا إلا عبر التحكم في مقومات الرقمنة، فهذه الأخيرة كفيلة بالمحافظة عليها وعلى الخصوصية الثقافية في عالم متعدد. وإنما يحسب للغة العربية قابليتها للاستخدام في الأنظمة الرقمية إلى جانب ثرائها المعجمي ومرونتها الصرفية والنحوية والأسلوبية وقدرة نظامها الكتابي على تمثيل نظامها الصوتي بكفاءة لا تضاهى، وطواعيتها لاقتراض الألفاظ الأجنبية. ولقاء اليوم عنوانه رقمنة اللغة العربية بين الحاجات الفنية والمعطيات اللغوية. يصحبنا فيه سعادة الأستاذ الدكتور عبد الكريم الزهراني، الأستاذ في جامعة الملك فهد بالدمام. والأستاذ الدكتور عبد الكريم الزهراني أستاذ علوم اللغة المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، رئيس مشروع الخليل بن أحمد الفراهيدي، ورئيس مشروع المقرأة التفاعلية. لسعادته عدد من الأعمال العلمية المنشورة، منها كتاب المصابيح للوزير المغربي تحقيق ودراسة، مظاهر العموم في إعراب المفسرين، أهداف تدريس قواعد اللغة العربية في المرحلة الابتدائية بين التنظير والتطبيق، قراءة نقدية في مضامين محاولات التجديد في نحو الجملة، التعاقب في الأسماء دراسة نحوية دلالية، طرق رد الكلمات إلى أصولها من خلال معجم الصحاح، أدوات التخصيص النحوية المتصلة، دراسة مقارنة بين علماء الشرع واللغة، اسم الذات ودلالة التركيب، اسم المعنى ودلالة التركيب، والتعيين وأثره في الإعراب والبنية وغير ذلك. فمع الأستاذ الدكتور عبد الكريم الزهراني وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله في هذه الأمسية أو هذه الظهيرة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن أكون فيها ضيفا خفيفا لطيفا إن شاء الله تعالى. وهي حلقة من الحلقات النقاشية التي أريد أن أثري معلوماتي أولا وأرى مداخلات زملائي، فهي من الطروحات التي تقبل الحوارات، وهي وجهات نظر قد أكون مصيبا فيها وقد أكون غير مصيب، فلعلي أستفيد منكم لأني مثل الجالب التمر إلى حجر. وحقيقة أقول هذا ولا أقوله تمثيلا، وإنما هو حقيقة، لأن
المشاركون فالمشاركون في هذه الاستماع هم من العلماء الذين أفدت منهم واستفدت منهم كثيرا. وقبل البدء في هذه الحلقة أو في هذا العنوان، أود أن أشكر مجمعنا الحقيقة، مجمع اللغة العربية في مكة المكرمة حرسها الله، وأشكر رئيس المجمع الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي الذي أنشأ هذا المجمع وأصبح فعلا مجمعا يضم كثيرا من الإخوة والأعضاء، وهو مجمع يعني يستحق الشكر عليه، ويستحق أن يأخذ أوسمة عديدة من أجل أنه صنع هذا الكيان، فله منا الشكر الجزيل، كما أن جهوده اللغوية معروفة، ويعني شهادتي فيه مجروحة، فهو رجل قدير وأعرفه منذ الجامعة الإسلامية التي كان طالبا متميزا، واضح التميز لكل الطلاب الذين عاصروه، فجزاه الله عن اللغة خيرا. كما أشكر المقدم الكريم، جزاه الله خير على هذه المقدمة الطيبة، فله مني الشكر الجزيل، الدكتور مصطفى شعبان. كما أشكر زميلي محمد سعيد ربيع الغامدي الذي نسق وحاول وأقحمني حقيقة في عنوان هذه المحاضرة، وكنت أريد الخروج منها والهروب منها، لأنها فعلا بينية بين تخصصين لا أدري كيف يمكن لي أن أجمع بين شتاته وأمره، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. قبل البدء فعلا لابد لي من مقدمة في هذا المجال، بما أني أقحمت في هذه المحاضرة. أنا أريد المشاركة يا شباب، مشاركة الشاشة. نعم دكتور، تفضل. كيف في تحت في الصفحة تحت هناك مربع أخضر شير سكرين، يسهل ايوه طيب لأعلى. نعم نعم دكتور، يعني اضغط عليه وسيفتح لك الملف الذي فيه أيوه. نعم ظهر. أي دكتور، نعم تفضل. طيب أظن كذا واضحة ومكتمل الشاشة. واضح جدا ما شاء الله. رقمنة اللغة العربية بين الحاجات الفنية والمعطيات اللغوية. الحقيقة كما قلت لكم أن الدكتور محمد ربيع جزاه الله خير أقحمني في هذا الموضوع، وهي كما قلت لكم مطارحات ومناقشات ومشكلات عرضت لي من التجربة، فأنا صاحب تجربة ولست متخصصا في علوم الحاسب، ولكني من الممارسة لهذا الموضوع وموضوع الرقمنة اللغوية منذ سنوات، ولعل البيئة التي أعيش فيها وهي جامعة الملك فهد بطرون معادن هي التي جعلتني أحتك بالزملاء في هندسة النظم، وأبدأ أعرف ما لديهم وما يحتاجون، ولذلك كنت أحد أعضاء فريق أبحاث الكلام العربي عضوا معهم في هذا، وكان لنا اجتماعات دورية نتناقش حول ما يمكن أن يقدمه الحاسب الآلي لهذه اللغة، فنتج عندي بعض التجارب، وسجلت كذلك براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الجامعة، وهو التعرف الآلي على أوزان الشعر صوتيا وليس كتابيا، لأن بعض الناس يسألني عن الفرق. الفرق طبعا شاسع وكبير، وسجلناه منذ يعني بدأنا في تسجيله من عام 2007 تقريبا مع الشريك التقني الدكتور مصطفى الشافعي حفظه الله، فصار يعني هو التحويل الصوتي أو تحويل الصوت إلى كلام، وهذه طبعا مبادرات كانت قديمة
لنا في الجامعة، بحيث أنه يستطيع الكمبيوتر أن يكتب كتابة صوتية، وسأتعرض لجزئية في هذا المضمار بإذن الله تعالى. الرقمنة اللغوية، المعرفة اللسانية العميقة وصفا وتصنيفا بمختلف جزئيات النظام اللغوي على ضوء أحدث النظريات اللسانية المعاصرة، وخاصة اللسانيات الصورية، والإلمام بالمعرفة الحاسوبية ذات الصلة بمعالجة اللغة الطبيعية، وخاصة في جانبها البرمجي، وهو ما يعنى يعني التأقلم مع التفكير المنطقي الذي تقوم عليه الآلة. الحاسوب منظومة برمجية منطقية قوامها الخوارزميات الصارمة التي لا تشتغل بالظن أو بالنسبية، ولذلك فإن القواعد التي يجب أن تصاغ لهذه الغاية يجب أن تكون صورية وحاسمة، لا تقبل أكثر من تأويل واحد لكل قضية. هذا كلام الدكتور محمد حناش رحمه الله، والحقيقة أني قلت أعرضه لأنه ممن أسس لقضايا كثيرة في البرمجة اللغوية، ويعتبر علم من الأعلام رحمه الله، وقدم الشيء الكثير في هذا المجال. الحقيقة أن لما نعرف أن المشكلة التي تكمن في قضية الحوسبة العربية أو الرقمنة اللغوية، هي المشكلة غياب طرفي المشكلة. ما هي البينية التي أن أريد أن أتعرف عليها أو يكون هي محل أو محل المشكلة فعلا في هذه القضية؟ القضية أن الحاسوبيين أو المبرمجين يشتغلون في معالجة اللغات الطبيعية، ودون النظر إلى أصحاب اللغة الذين يقومون بالتصورات اللغوية والصورات المنطقية الذهنية لهذه اللغة، فكل واحد منهم يعمل على حدة. كذلك لما تأتي إلى اللغوي الذي يعيش بنمط قد يكون قديما في تصوراته للغة، ولا يريد أن يستقبل هذا الجديد، فهنا تحصل إشكالية، أنه يرفض كل ما هو جديد، وهذا طبعا لا يمكن الآن، لا يمكن لنا أن نرفض الجديد. لماذا؟ لأن القضية الرقمنية أو الرقمنة اللغوية قادمة لا محالة، فالجيل القادم جيل رقمي لا بد أن نتداخل معه، ولا بد أن نتعاون معه. فصورة الصورة ثم التكييف ولغة البرمجة، هذه لا بد أن نتعرف عليها، كيف تتم وكيف يمكن أن نكيف هذه البرامج عليها. طبعا من الأسس الثابتة لدينا في اللغة وخصائص اللغة أنها تستوعب كثير من هذه القضايا. المحاور التي أريد أن أتحدث فيها في هذه المحاضرة هي يمكن 3 محاور: الحاجات الفنية ما هي، المعطيات اللغوية ما هي، مقترحات ونشاطات ممكن أن نعرضها إذا استطعنا في هذه المحاضرة، لكي نتعرف على كيف يمكن أن نحل أو نضع حلولا مناسبة لهذه المشاكل. طبعا الفنية، لما أقول فنية هي المقصود بها التقنية، والسؤال الذي يطرح نفسه، يعني هل كما يعني ذكروا الفجوات الرقمية، هل يوجد الآن فجوة رقمية؟ طبعا الدكتور نبيل علي رحمه الله كان يرى أن الفجوة الرقمية هي موجود في الوصول إلى المعرفة، وهي قضية الاتصالات. هل هناك بنية تحتية معروفة في التقنية، يعني للاتصالات، وكانت تعاني منها بعض القوميات أو بعض الدول الفقيرة التي لا تصل أو ليس لديها بنية تحتية للاتصالات، فهنا فجوة رقمية بين العالم العربي والعالم المتقدم في قضية الاتصالات. هذه الفجوة انحلت تقريبا، ولأنها لها عدة إشكاليات في الاتصال: مساحات التخزين، قضية التشغيل، البنية التحتية والاتصالات، يعني المقصود بها الوصول إلى المعرفة، سواء المعرفة بجميع أشكالها البرمجية وغير البرمجية يعني، وكذلك الاتصالات وما يتعلق بالاتصال، وكذلك
المساحة الذاكرة الذهنية الآن أصبحت الذاكرة السحابية، ونعرف التطور الحاصل في قضية التقنية والاتصالات، يعني أصبحت الآن قد تكون تلاشت هذه الفجوة الرقمية. اتجه لنا اتجاه آخر في الفجوة وظهر الآن، وهي القضية قضية يجب يعني ننظر لها منظور يعني دقيق جدا، وهي قضية اللغة العربية لها خصائص. هذه الخصائص ينادي فيها محمد حناش وغيره من العلماء، وكذلك نهاد الموسى وغيره في قضية إعطاء الكمبيوتر الحدث الحسي واستقباله ويعني التفسير له، يعني قضية يعني في اللغة العربية واردة، وسأضرب عليها أمثلة لتتبين كيف أن الكمبيوتر يمكن أن يبرمج اللغة. لكن ظهر اتجاه في عالم الرقمنة من الخبير أو الخبير من الخبير إلى قضية تعلم الآلة، وهذا الاتجاه ما الذي طرحه؟ من هو المسؤول عن طرح تغيير المنهج في من الخبير إلى تعلم الآلة؟ من الذي طرح؟ يعني هذا السؤال، أو لماذا طرح؟ يعني هل نحن نبقى على الخبير أحسن، أم أن نذهب إلى تعلم الآلة؟ طبعا تعلم الآلة، سواء تعلم الآلة بطريقة المعالجة بالبيانات المحددة أو الموسمة بالإشراف وغير الإشراف، أو التعلم العميق الذي يحتاج إلى بيانات ضخمة، فيه نقطة في قضية البيانات الضخمة. طبعا البيانات الضخمة هذه ما يمكن يمتلكها الأفراد ولا حتى المؤسسات الصغيرة، وإنما التي تقوم بها شركات كبيرة مثل جوجل وغيرها من الشركات العملاقة التي لديها بيانات مخزنة، وكانت تعد لهذه البيانات من قبل، وأصبح لديها مكانس بالمليارات بالمليارات. لما GPT هذا الشات اللي الآن يتحدثون عنه بالمليارات، دربوا الآلة عليه لكي يتعرف على الصوت، لكن هذا برمجة في النطق، كيف يحاول أن ينطق بالحرف أو بالصوت ويستطيع أن يجعلها بصوت معين ويخرج الحرف من مخارجه حتى يكون الكلمات والجمل. وهذا التدريب في النطق وطبعا له جانب نستفيد منه نحن، لكن لسنا بحاجة إلى البيانات الضخمة التي احتاجتها الشركات العالمية في تعلم اللغة العربية. فهذه فجوة بينية فعلا بين القضية الفنية والقضية اللغوية، هل نحن فعلا هذا الاتجاه من لفرضه أو كيف فرضه؟ فأصبح لدينا هنا فجوة رقمية. طيب، الأبحاث الموجودة الآن في الرقمنة اللغوية التي اعتمدت على تدريب الآلة، فالحقيقة أنا لم أجد من الأبحاث إلا تلك الأبحاث التي صنفت الأبحاث في التصنيف ولها يمكن أن يحسب لها نجاحات، هي في قضايا عامة تشترك فيها جميع اللغات وليست اللغة العربية، وهي قضية مثلا الحسن والقبيح، أو مثلا المشاعر السيئة والمشاعر الحسنة، صح أو لا، تحت هذا البند فولس أو ترو كما يذكرونها في، ولا أريد والله أن يستخدم اللغة هذه فولس وترو، لكن هذا المنطق أو يسمونه المنطق الرياضي أن يصنف هذه، لكن يصنف في قضية المقبول وغير
المقبول. فنظام أو النظم الخبيرة طبعا تعتمد على الأشكال الرياضية والتصورات الرياضية، وسأأتي لها فيما بعد. لكن من الأبحاث العربية الموجودة في والتي لها نجاحات، هي كلها تدور حول تصنيف المشاعر، وهي في قد تكون في الدلالة، وهي طبعا تقدم كبير جدا في الدلالة، لكنه كما قلت لكم محصور في قضية المشترك في قضية المشاعر، وقد يعتمدون على الصور في هذا وليس الألفاظ. في صورة الصور للوجه، هل هو عابس، حتى في طريقة الكلام، في طريقة الردود، النبرة العالية والنبرة المنخفضة، أشياء كثيرة في حول هذه اللي مشتركة فيها جميع اللغات وليست اللغة العربية، وكما قلت لكم حققت نجاحات لا بأس فيها. الإشكالية الثانية إن ليس لدينا مصنفات، هذه اللي نسميها منصات يمكن أن تصنف لنا خاصة باللغة العربية. طيب ما الحل؟ الحل أن نضع طبعا نضع بياناتنا على كود معين أو على اليونيكود، هذه التشفير المعين اللي يفك تشفير اللغات، وهذا يعتبر حسنة من الحسنات الموجودة، لأن تعرفون لوحة المفاتيح أصلا كان عليها إشكالية في توزيعها وفي رسم، وحاول المنظمات العربية أن تجمع وتوحد، لكن لما ظهر هذا فك التشفير حل قضية أخرى، وهذا يعتبر من الأبحاث العلمية الممتازة. اليونيكود هذا يعتبر من الأبحاث العلمية المتقدمة بالنسبة للغة العربية وكذلك اللغات الأوروبية، لكن اللغة العربية مهم جدا في عندما تريد أن تصنف، لأنك تريد أن تصنف لابد أن تحول الإكسل أو تحول المذكرة على هذا الشفرة، حتى في نمط معين تيو اف اي تظن كذا، لابد أن تضع على هذه التقنية المعروفة. طيب طبعا قلت لكم التقنية المعتمدة على نظام خبير، من أخرجها أو كيف خرجت هو نقاش الحقيقة. أنا لماذا تخرج، وهل نخرجها تماما في من منظومة تعلم اللغة العربية أو لوضع البرامج اللغوية؟ هذا محل نقاش ومحل ما هو محل نقاش، محل فعلا لكل من اشتغل باللغة العربية سيجد هذه النقطة. هل أنت بحاجة أن تجمع بيانات وتوسمها ثم تدرب الكمبيوتر عليها ثم تحفظها ثم تحفظ النتائج ويبدأ عندك تصنيفات أخرى حتى يمكن أن تمكن الآلة من التدريب عليها؟ طبعا هذا أخصر طريق الآن، هو طريق مختصر، لكن هل النظم الخبيرة يمكن استعمالها؟ وهذا محل يعني محل نقاش، لأن البيانات العربية نعرف بارك الله فيكم أن اللغة عموما أو الناموس اللغوي فيها هو يعتمد على الاشتراك في الحقول الدلالية مثلا، لكن يبقى لكل لفظة نظامها، أو يبقى لها سمة من السمات التي تميزها عن الأخرى، سواء عن طريق المفردة أو عن طريق التركيب أو عن طريق كذلك السياقات الموجودة فيها، ونعرف ما هو يعني المفردة ماذا تحتاج من تقسيمات حتى يمكن أن نضعها في نظامها أو توزيعها في التحليل، سواء التحليل الصرفي أو التحليل النحوي. نظام طبعا تدريب الآلة، في نظام تعلم الآلة، ثم نظام التعلم العميق أو الهجين اللي موجود. دائما نسأل لماذا الترقيم اللغوي تعليمي، ضبط، إثراء، أو بحسب الأهداف الموجودة لك، قد تكون خاصة في مسألة ما، أن تبرمج على الكمبيوتر أو تضع لك برنامج ليضع لك كيف النسبة، أو كيف تأتي بالنسب وماذا يتغير في اللفظة، وتضع برامج
ممكن أن تكون على منطق رياضي موحد ويمكن أن تنتج برامج منها، أو كذلك اتصال تعليمي تعلم الطلاب على قضية اتصال الضمائر، ضمائر الرفع بالفعل المتعدي واللازم، وكذلك تخصص ضمائر النصب للفعل المتعدي. ممكن تضع لهم وسائل لتعدية الفعل اللازم إلى الوسائل في بالهمزة التعدية أو بالتضعيف أو بإعطاء حرف جر، هذه كلها، وسأتطرق لبعض التجارب في هذه المسألة. طبعا ماذا تريد؟ إثراء، تلخيص، تعليم، تقييم، ضبط، تحول، هذه كلها. طبعا الذكاء الاصطناعي يهتم في تطوير الخوارزميات التي تجعل الحاسوب قادرا على فهم البيانات التي يستقبلها، ويستطيع أن يكون قادرا في اتخاذ القرار المناسب. وعلم اللغويات علم يهتم بفهم مكونات اللغة وأقسام الكلام والعلاقات والقرائن اللفظية والمعنوية. في هذين أو بين هذين الجهدين أو بين هذين العلمين يجب أن تضع نفسك، من الذي يقوم بالجمع، ومن الذي يخطط لهذه القضايا الرقمية اللغوية؟ لأن كثير من النظم التعليمية فشلت، والسبب أنها لم تبنى بناء صحيحا ولم يخطط لها، فقد تجد المعطيات اللغوية ناقصة أو أخذت بطريقة جزئية لا تشكل الشمول، أو ليس فيها مرونة في اتخاذ التعديل أو التصحيح، أو قد يكون حتى التمويل لمثل هذه القضايا يعني لا يوجد، لأنه يحتاج إلى شراء برامج معينة. فما زلنا يعني الفجوة كما قلت لكم الرقمية موجودة بلا شك في ذلك. طيب ناتي إلى أين نقف، وما البينية المقصودة؟ هل هو ظرف زمان أو ظرف مكان، ولمن تكون هذه الظرفية؟ العملية مشتركة يا شباب، يعني العملية مشتركة. لعلي أستعير من كتاب كما قلت لكم الدكتور نبيل علي رحمه الله في تصوير الفجوات ومحاولة الانتقال بينها. أولا لا بد للحاسوب أن يستوعب جزء من القضايا اللغوية استيعابا الجميع، يعني يستوعبها استيعابا يمكنه من محاولة، عندما تستوعب القضية استيعابا جيدا. وكذلك اللغوي لا بد أن يستوعب ما هو هذا الحاسب أو كيف يستقبل. فمثلا نحن اللغويين يعني نظن أن الكمبيوتر عندما نعطيه أي شيء هو يمكن أن يفصله، لكن كيف يتم ذلك؟ يعني كيف يتم إعطاء مثلا جملة أو إعطاء نص عربي ويمكن أن يحلله أو يركب لي من الجزئيات تلك إلى مكونات أو مركبات دلالية؟ طبعا هنا الصورة يا شباب ويا الإخوة الكرام هي في قضية الاستيعاب المعرفي في أو معرفة ما هو هذا الجهاز الأمام اللغوي، وكذلك ما هي اللغة العربية، وكيف وما هي الخصائص التي ممكن أن تجمعها مع اللغات الثانية، لأن لا يوجد لنا منصات في جمع في ترتيب البيانات أو جمع البيانات، أو حتى قضية الإكسل اللي هو أقرب برنامج الذي يمكن أن يستخدمه. لا بد لنا من دوال نتعرف عليها لكي نعرف كيف ننظف ونرتب تلك البيانات، وكيف نعرف أين نضعها أو كيف نحسبها أو كيف ندمج بين البيانات وكيف يمكن أن نستفيد منها. وكذلك المعامل أو ما يقصدون به الدوال التي ممكن أن نستخدمها في قضية الأكثر والأقل، اللي هي المعامل الرياضية، لا بد أن نعرفها كيف تتم، وكيف يحسب الحاسب الآلي
استخدامها، وكيف نعرف قضية بعض الدوال الشرطية الموجودة في اللغات، كذلك اللغة البرمجية التي توصل وتفسر للكمبيوتر. لا بد أن نتعرف على لغة معينة وكيف يمكن أن نستخدمها في الدوال لكي يتعرف عليها. أولا يعني أول قضية أن هذا الكمبيوتر لا يدرك إلا ما هو ظاهر أو ما هو محسوس، ولذلك الماسح الضوئي مهم جدا عندنا. طيب كيف يحسب الكلمات؟ يحسبها بالفراغات، يعني لو أخذت مثلا تعريف الكلمة عند النحاة أو عند الصرفيين، التي لها كلمة لها وزنها ولها عدد حروف معين، ويمكن أن يعطيك الباب الذي تنتمي إليه إذا كانت فعل أو اسم أو حرف، وهذا تعريفها عند النحاة وعند اللغويين. طيب ما هو تعريف الكلمة عند الحاسوبيين؟ والله الكلمة هي مجموعة حروف بين فراغين، هذا تعريفها عند الحاسوبيين. لا يهتم بقضية معناها وانتمائها أو سياقها، وإنما لو أردت أن تحدد الكلمة فهي ما بين الفراغين. ولذلك كثير من الدوال الموجودة في قضية يسمون سترينج اللي هو النصي، تجد من الدوال ما يضع لك بين منصوصتين وبينهما فراغ. هذا الفراغ هو المحدد الذي تضع فيه الكلمة التي تريد أن تضعها في هذه الدالة لكي ينتجها. هذا التعريف. فانظر إلى المسارين كيف يمكن أن نعرفه بهذه الطريقة النموذجية الرياضية، وهي أكثر ولا أقل، هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ هل هي تنتمي إلى المجموعة أو الشجرة الفلانية؟ هل يمكن تفريعها إلى جزئين أو قسمين؟ نحن بحاجة إلى هذه التقسيمات ولهذه العملية. هذه أولا استيعاب القضية سواء الحاسوبية أو استيعاب كذلك من الحاسوبيين استيعاب القضايا اللغوية. طيب الفجوة الثانية إعادة الإنتاج، أو الدائرة الثانية اللي تتحدث عنها الدكتور نبيل علي رحمه الله في إحدى مقالاته، والله لا أذكر أين وجدت هذا الكلام لكني أذكر من هذا الكلام له، يقول يعني استيعابها ثم بعد ذلك إعادة إنتاج هذه المعرفة. فطبعا نحن ناخذ المعرفة الموجودة في الحاسب ثم نعيد إنتاجها بما يتوافق ويتكيف أو التكييف مع اللغة العربية، سواء في المفردة مع التحليل الصرفي أو التحليل النحوي أو حتى القضايا الدلالية التي تحتاج إلى خطوات أخرى أو تحتاج إلى الخطوات السابقة من التحليل الصرفي والتحليل النحوي. ثم الإبداع فيها لا شك أنه مهم جدا. طيب عندما أقول أن الكمبيوتر حسي فهو يستقبل بالماسح الضوئي ويحسب الكلمة، مثلا لو أردنا أن حساب الكلمة فنقول هي مجموعة الحروف التي بين فراغين. طيب اثنين، في محاولات في القضايا الصوتية على المستوى الصوتي في معرفة الزمن الصوت في حروف المد، مثلا في حروف الممدودة أو يسمونها الحركات الطويلة والحركات القصيرة، وفعلا أنتجوا وحسبوها وحسبوا المعدلات واستطاعوا أن يدركوا من خلال أن يميزوا أن هذه حروف مد للكلمة، وما زالت الأبحاث تتقدم طورا بعد طور في هذه القضايا. إذا حساب زمني فيزيائي أو ما يسمونه بالفيزيائي، هذا ما يدركه الكمبيوتر. وقضية الماسح الضوئي أنه يصور
طيب في قياسات أخرى وهي قياسات الأشكال، وأظني والله أعلم عندما قلت يعني أن هناك في هذه توفير تقنية معالجة الرسومات GPU، هذه فعلا نقلت الذكاء الصناعي نقلة كبيرة في قضية حساب أشكال الحروف حسابا دقيقا، بحيث أنها يعني استطاعت أن تقيس لنا المقاييس المعروفة لأي حرف أو لأي صورة حرف. طيب طبعا مجالات عندما تحدد الهدف أو تحدد المستوى، مستوى دلالي المعجم، مستوى تركيبي، مستوى صرفي ومورفيم، المستوى الصوتي، منها تذهب إلى المجال الذي يمكن أن ترتبط فيه من التقنية، النصوص، البحث في النصوص، التنقيب عن الآراء. وقلت لكم هذه التنقيب عن الآراء فيه أبحاث مشتركة طبعا أجنبية وأبحاث عربية، لأنها مشتركة في قضية قد تعتمد على الصور حتى وليست على صورة الحرف أو الكلام المباشر أو حتى من نبرة الصوت، وهي توزع وقضية الترجمة يعني حاضرة في قضية تحليل الآراء في الرفض والقبول أو المشاعر السيئة والمشاعر الحسنة. طبعا هناك الترجمة الآلية، تقنيات يعني مرتبطة بالنصوص، الإجابة الآلية عن أسئلة ومدققات لغوية، التقييم الآلي للنصوص، القياس الأسلوبي، تصنيف وتجميع الوثائق. تقنيات مرتبطة بالصوت، طبعا التعرف الآلي على الكلام، تحويل النص إلى كلام، تعلم النطق، التعرف على اللغة، التعرف على المتكلم. هذه تقريبا قضية النطق هي التي تحتاج إلى بيانات ضخمة وكبيرة في تحويل الصوت، وهذه الحقيقة لابد أن تقوم بها شركات لديها بيانات ولديها أصوات. وكما قلت لكم وصلت بالمليارات، أنا رأيت إحصائيات بالمليارات، يعني 3 مليارات أو حتى بالتريليون، أذكر أرقام حول هذا التي دربت الآلة عليها، وهي تستغرق طبعا عملية تدريب طويلة وتحتاج إلى طاقة وتحتاج إلى جهد كبير، لا يمكن لأي فرد من الأفراد أن يقوم بها، لأنها في الأخير تصبح يعني منتج في لصالح الشركة. وهذا ما صار يعني في الآونة الأخيرة، يمكن أدركتم أن الجيل الثالث من GPT يمكن حجب تقريبا لأسباب، هم يقولون أسباب أمنية، ولكنها وهو في الأصل أنشئ مفتوح المصدر حتى يبقى متاحا ويمكن للمطورين أن يطوروا فيه كيفما شاءوا. يعني الدعوة إلى فتح المصادر أو تكون هناك مصادر مفتوحة في التقنية، هو حقيقة أنه مجال وقانون يعني استفاد منه كثير من الناس وكثير من الباحثين لا شك في هذا، لكن تبقى قضية تحويل النطق كما قلت لكم يحتاج إلى البيانات الضخمة. تقنيات مرتبطة بالكتابة، التعرف على الكتابة المطبوعة، تحويل الكلام إلى نص، التعرف على الكتابة المخطوطة، التعرف على الحروف، تعلم الخط بمساعدة الحاسوب. تقنيات مركبة، تقنية قراءة الكتب، تحويل النص إلى كلام، الترجمة الشفهية، الاستجابة الصوتية التفاعلية، تحويل لغة الإشارة إلى كلام والعكس. طبعا من المجالات جمع الخصائص المشتركة، يعني التصنيف كيف يتم؟ هو جمع الخصائص المشتركة لكل صنف وتدريب الآلة عليها ليتم التصنيف مستقبلا، يعني إعطاء الكمبيوتر بيانات موسمة مصنفة بأشياء مخصصة وتدريب الآلة عليها حتى هذه المدخلات، وعندما يريد يخرجها المدخل هو مثل المخرج، لكن لو أعطيته بيانات أخرى أو أدخلت له بيانات سيعطي نفس النتيجة في التوزيع. وهذه البيانات منها القواميس الإلكترونية، شباب، القواموس الإلكتروني أو
هذه من ضمن الأشياء التي يحتاجها الكمبيوتر، والارتباط والتوزيع على أساس المركز والرئيس والتابع، وهذا في التحليل النحوي يستخدم، التجميع تقسيم البيانات إلى مجموعات ثم نتعامل معها على أن كل مجموعة صنف، وهذا يستخدم في قضية حتى تحديد المشاعر وتحديد السلبي من الإيجابي وغير ذلك، وهذه تشترك فيها لغات كثيرة. طبعا معالجة النصوص، الترجمة، التلخيص الآلي، التنقيب في النصوص، وحتى التنقيب رأيت من المصطلحات أنه التنقيب البحث عن الآراء، والآراء السلبية والآراء الإيجابية، معالجة الكلام المنطوق، التعرف على الكلام المنطوق وتحويل النص المكتوب إلى كلام منطوق، معالجة الصور، التعرف على الكتابة بخط اليد، وهذا يدخل في التعرف على الكتابة بخط اليد، حتى بطريقة تصوير اليد وحركة اليد يمكن للكمبيوتر أن يحدد من التصوير الحركة وينتج الحرف، وفي مباحث أو في مشاريع بحثية في هذا المجال، ومنها حتى التعرف على الصور في الإشارة للصم والبكم وتحويلها إلى كتابة التي يتمكن منها غير الناطقين أو الصم الذين لا يسمعون، كيف يمكن أن يفهم بلغة الإشارة، ويمكن الكتابة وتحويلها إلى إشارة، هذه كذلك موجودة، وأذكر أبحاث موجودة حتى في الجامعة عندنا، في أذكر أني وقفت على شيء من هذا قبل سنوات. طبعا ننتقل إلى المحور الثالث، وهو ما هي المعطيات اللغوية التي نحتاجها في هذا الشأن، لأن قضية المعطيات التقنية أو اللغوية ماذا لها اشتراطات، طبعا لها اشتراطات في قضية ما هي أولا المعطيات اللغوية، يشترط فيها أن تكون يعني ماذا أعطي الكمبيوتر أو أدخل له البيانات، هل يعني مثلا المحلل الصرفي، طبعا فيه تنبيه أبغى أنبه له، المحللات الصرفية، هل وصلنا إلى محللات صرفية قوية؟ أنا حقيقة في خلط بين قضية المحلل الصرفي وقضية المقسمات للكلام، في خلط بينهم، موجود خلط تقني يعني يطلقون عليها المحلل الصرفي وهو مقسم كلمات، وهنا تكمن الخطورة في قضية من المسؤول عن هذا، من اللي يعرف أن هذا محلل صرفي وهذا مقسم كلمات، ممكن تقسم الكلمات ويقسمها، يضع آلة التعريف وحدها والاسم لوحده، ممكن يعني تضع له تصنيف معين، وفي نماذج كثيرة في هذا يعني موجودة، منها نموذج ماركوف الخفي الذي يمكن يوزع الكلمات ويقسمها تقسيما. طبعا لما أقول النماذج الرياضية هي تعتمد على التسلسل، على السطر مثلا يحسب الظرفية المكانية بتسلسل معين ويفصل الفواصل ويحصي ويتابع، يعني في إحصاء وتتابع، هذه مسألة من مسائل التحليل. فالمعطى المعطيات اللغوية، هل يعني مثلا المحلل الصرفي ماذا أعطيه؟ ماذا نعطيه من المعطيات في هذا الجانب؟ فيعني مثلا بناء البيانات لأوزان الكلمة المستعملة، وهذا قاموس لابد أن نضعه، بيانات الأسماء الأعلام، بيانات الأخطاء الإملائية والنحوية الشائعة في نصوص اللغة العربية، بيان الكلمات الجامدة، وبيان الكلمات المبنية.
فهذا معطى، فإذا أعطي هذه بناء البيانات الأوزان الكلمات المستعملة، يعني أنت سيطرت وأصبح عندك نموذج رياضي يمكن أن تضع اللغة المناسبة ويذهب إلى البيانات وتجمع بين البيانات ويحللها وينتج الوزن الذي تريده، أو يعطيك الكلمات على الوزن المراد، ويمكن أن توصف هذه البيانات أن هذا فعل وهذا اسم وهذا على وزن كذا وهذا على وزن كذا، لأن في النهاية ترى اللغة العربية من خصائصها أنها يمكن أن نتحدث عنها بدون تشكيل، أو تتحدث بها بدون تشكيل. لماذا؟ لأننا نعتمد على الأوزان الحقيقية. وأنا أذكر من اللغويين من وضع الفعل دالة من الدوال وجمع بين الفعل الماضي والفعل المضارع في دالة، ضرب تساوي يضرب يعني مثلا، أو فتح تساوي يفتح، وهكذا يعني وضعها المضارع والماضي مع بعض لأنه له خصائص. خصائصه لماذا؟ لأن المعطى هذا يعطيني ضرب ويعطيني يضرب مثلا، أو نضرب أو أضرب، ونعرف أن الفعل المضارع يعطي حتى المتلازمة معه وهو الفاعل. والفاعل أي نوع يكون؟ هل هو مفرد؟ هل هو متكلم؟ هل هو ضمير غائب أم ضمير الحاضر أم ضمير الجماعة؟ ضربوا مثلا، نضرب، فيمكن أن يتعرف عليه بهذا الشكل وبهذا التوسيم المعين وهذه الأشكال. فنحن في التقسيم في الحقيقة من برنامج يسمى، أو الهيكل البيانات يسمى شجرة القرار. شجرة القرار هذه عبارة عن شجرة لها أوراق، وكل ورقة يمكن أن نقسمها إلى قسمين. طبعا الورقة التي لا ينقسم منها تقسيم لا يمكن أن تسمى طرف، لأن انتهى هنا القرار، اتخذ فيها أنها على جهة معينة. ولذلك البناء في شجرة القرار مهم جدا، ويمكن أن يشتغل به أي شخص منا. لماذا؟ ونحن بحاجة، لأن في النهاية تطلع بالنتائج وتحفظها لديك. هذه يسمى نموذج بيانات أو نموذج لغوي لديك أنت، في النهاية يمكن أن تضع البرامج عليه لما تضع هذه المتطلبات. فأنا أريد أن أقسم، أريد مثلا كلمة منمذجة هذه تسمى، أو مبرمجة هذه الكلمة على أنها في التوسيم أو في المجموعة أو في الصنف الأسماء، أو في صنف الأسماء الحسية، أو في صنف الأسماء المعنوية، أو في صنف المشتقات أو غير مشتقة، جامدة أو غير جامدة. هذه التوزيعات تعتمد في اللغة على قضية صح أو خطأ، أو ترو فولس اللي معروفة، وهي القضية الشرطية في لغة البايثون مثلا. تضع التعليل واكتبه هكذا، وسأبين لكم بعض النماذج التي أنا طورتها. أنا طورت النموذج على هذا الأساس، يعني في لغة البايثون، لأني فهمت في النهاية أنه ينتمي إلى صح أو خطأ مثلا الشرطي، أنه لا بد أن يصنف هنا أو هناك. فيمكن أضع على شجرة القرار وأصنف مثلا الأسماء، مثلا الأسماء نعرف أنها في اللغة احتلت مساحة كبيرة جدا في اللغة العربية، بل عند العلماء التي عرفوها بكثير من التعريفات ما هو الاسم. وهذا من الإعجاز أصلا، حتى أنه علم آدم الأسماء كلها، لم يعلمه مثلا الفعل الحرف. الاسم خطير جدا حتى في قضية البرمجة، لأنك حتى في قضية التلخيص، في قضية التنقيب عن الآراء، أنا أقول سنعتمد في التعيين عليه في البرمجة، لأنه هو مدار أو المحور الذي تقوم عليه الجملة العربية تقوم عليه. فأي مشتغل ممكن أن يشتغل بمثل هذه التصنيفات، أو يضع بيانات موسمة جاهزة للأسماء الحسية، للأسماء المعنوية، للمشتقات، وهي محصورة ولا يحتاج إلى بيانات ضخمة. أنا أقول لكم لا يحتاج إلى بيانات ضخمة، ويمكن من خلالها يضع النموذج الرياضي
أو الهيكل المعماري الذي ممكن أن يترجمه بلغة من اللغات البرمجة أو بخوارزمية معينة يمكن للكمبيوتر أن يقرأها ويتنقل بين هذه البيانات بطريقة حاسوبية يسيرة وجميلة ودقيقة وسريعة في الوقت نفسه. طبعا متطلبات لغوية مهمة جدا في البيانات الموسمة يا شباب أو التي تريد أن تغذي الكمبيوتر بها هي إزالة الشوائب الكتابية، الترقيم، الترميز، إزالة التطويل، توحيد كتابة الهمزة، النسخ الحرفي، استعمال يونيو كود، هذا تقطيع الكلام وتحديد البداية والنهاية، التحليل الصرفي. طبعا هناك توسيم للصوتيات أو متطلبات صوتية، تنقية الشوائب من الصوت اللي هو الخلفيات للأصوات، وهذه طبعا لها برامج موجودة في الحاسوب، وهناك منصات تؤجر وهناك منصات مجانية ولكنها تشترط أن تبقى البيانات لديها وأن تستخدمها وتشترط بعض الأحيان شعاراتك أو شعارات المنظمة التي تنتمي إليها أن تضعها هي عليها حتى يعني تستفيد من هذا الجانب. هذه قضايا يعني ما يعني تطول يعني الحكاية عنها كثيرا، وكذلك اللي تؤجر والمنصة اللي عندها برامج تنظيف تؤجر وتأخذ دقائق معينة، ويمكن تستأجرها في التنظيف بمبالغ باهظة لا تستطيع أن تقوم بها. لكن في قضية فالمقرأة يعني مثلا المقرأة التفاعلية، المقرأة التفاعلية هي أن نقيم منصة في النهاية تساعد المعلم في تعليم القراءة. طيب فيه تعرف على بصمة الصوت للطفل حتى إذا استخدمها في التعليم أو الطالب أن يعرف هذا الطالب الذي يختبر هو فلان ابن فلان من خلال بصمة صوت. هذه برنامج فني يعني نحتاجه لقضية النزاهة التعليم، حتى لو صار في مثل جائحة كورونا يكون عندنا مثل هذه المنصة. اثنين، قضية كيف أضع نموذج لأقيس به، لأن النموذج اللغوي هو مثل السماع، مثل قضية السماع في النحو العربي، سمع هذا عن العرب، نعم، ونضع مثال يعني مثل هذا. طيب أنا أبغى أحدد الخطأ، فلما أحط نموذج لغوي أو صوتي للكمبيوتر أن هذا هو الصحيح، كيف أحسب الخطأ؟ طبعا هو النموذج الآن في البرامج هو يصحح الخطأ، النماذج اللغوية الآن. فهذه من المشاكل التي واجهتنا فنيا. طيب أنا أبغى أقيم، أبغى أحسب الخطأ هذا، أبغى أحتفظ به وأعرف أن هذا خطأ للطالب وأقيمه، حتى لو كان في اختبار يقيم هذا الخطأ. فالنموذج اللغوي هو مثل السماع اللي يقارن أو يجعل الأقرب إليه في الصحة أو يكون مماثل له في النطق أو في الكلام. فنحن نحتاج إلى الحقيقة إلى نموذجين، نموذج يفسر لي أو يسمع النطق كما هو ويقارنه ويعطيني نتيجة الأخطاء الموجودة ويحاول أن ويمكن أن يصحح في النهاية أو يعطيه الصحيح في نطق الكلمة. فهذه من المشاكل الموجودة. الأمر الثاني، عندي أنا مستوى لغوي في العربية غير المستويات اللغوية الموجودة. طبعا لما أدرب الكمبيوتر على النطق بالكلمات أو بالأحرف هو نطق غير فصيح، ولعلكم تلاحظون يعني في المنتجات الموجودة في سيارتك أنت بالصوت أو في الحاسب أو في الجوال، استخدمت الصوت وبديت أخاطب معه، ولوجدت أنه بس يركب كلمات مرصوفة بجانب بعض، كل كلمة لوحدها قد تحس من ركاكة اللغة فيها
واضحة جدا في هذا الجانب. طبعا طرق التحليل الصرفي بعد ما تعطي هذه البيانات، يمكن أن يبحث في الكلمات المخزنة ويقارنها، وتحتاج إلى جهد كبير وإلى طريقة كبيرة، طريقة الخبير اللغوي أن تغذي الحاسب بصياغة القواعد الصرفية والقوانين لأكثر عدد ممكن من الكلمات، طريقة التوافيق، وهنا يمكن تجريب كل المجموعات التي يمكن أن تشكل من الحروف ثم تقارن المجموعات الممكنة، طريقة أنماط تحديد عدد من الأنماط المتكررة في هذا الجانب. يعني تقريبا لعلي أتيت على كل ما أريد الحقيقة أن أذكره في هذا الجانب. وطبعا مجالات كما قلت لكم هذا الجانب الصرفي. الجانب النحوي يعتمد على في التحليل على رأس الجملة والمكملات والملحقات، للجملة. وللأسف يعني إلى الآن أنا أرى أن النماذج الرياضية التي موجودة عند نعوم تشومسكي ما زالت هي تقريبا السائدة، أو كل الحاسوبيين ينظرون إليها على أنها النموذج الرياضي الموجود. وتعرفون أن نعوم تشومسكي قد طور نظريته إلى أكثر من مرحلة ومرت بمراحل. أظن والله أعلم، ولعلها تؤكد بعض الدراسات التي اطلعت عليها، أنه كان يتعامل مع الحاسوبيين ويطور نموذجه على وفق ما جاء على التقنية الحديثة. لكن الشجرة النحوية معتمدين على الشجرة النحوية الموجودة في جامعة بنسلفانيا التي ما زالت هي الرائدة وهي الموجودة الآن. ويا حبذا لو يكون هناك من يتصدى لمثل هذه القضايا، يعني لوضع الشجرة النحوية العربية الخاصة بنا وبلغتنا ومتوافقة معها، ليست تكييف لتلك الشجرة على اللغة العربية. فاللغة العربية أوسع من أي لغة أخرى، سوف تأخذ تلك الشجرة وتزيد بلا شك، كما هو معلوم حتى في قضية الضمائر بين الإنجليزية والعربية. كمثال بسيط، أن تعرف أو يسير تعرف الفرق بين في الشجرة النحوية الإنجليزية والشجرة النحوية العربية. طيب، أنا أريد أن أنتقل إلى قضية أخرى دكتور مصطفى، اللي هي ممكن نقول من الحلول الموجودة الآن، هي أن نوسع المشاركة، أو يكون يعني المشاركة بين الحاسوبي واللغوي تكون مشتركة في التنظير المباشر. يعني أنا لدي طريقة مع طلابي في الجامعة أن يكلفهم ببعض المسائل اللغوية التي يمكن أن نضع لها بيانات ونخزن لها كلمات، مثلا اتصال الضمائر بالأفعال، ما ينتقل معي. طيب، أنا أبغى مثلا، أنا جربت مع طلابي، أبغى تجربة حية، يعني أفضل من أن نتكلم مثلا هذه الأفعال أو مكتبة البايثون ظهرت أو لا. نعم ظاهرة الطول. أي مثلا هذه ممكن جربت مع الطلاب وهي تحتاج إلى تطوير، لا شك، لا شك أنها تحتاج إلى تطوير. يا المتكلم، لا المتكلمين، ها الغائب، هكذا. لا لا، أنا أريد مثلا يعني مثلا هذه كود موجود في لغة البايثون اللي المشير عليه، موجود، وموجود ترو، كان ترو صح، فسوينا مثلا else، برنت صحيح موزون أو غير موزون،
تضع الأشياء مثلا هنا، فيمكن أن أشياء مثلا تكون خطأ غير موزون، لكن لو وضعنا مثلا وزنها لأحد الآراء، يعني ليس هو مثلا الأفعى عليها يطلع صحيح موزون، وهي أحد الآراء يعني الموجودة، ولو أن فيها رأي آخر على وزن فعلى يعني وحتى لو وضعت الوزن الثاني تجده صحيحا. أنا وجدت هذه الأوزان موجودة في مكتبة بايثون، باي أرابيك، ممكن الواحد يستخدمها فوق فروم باي أرابيك، فورمات أرابيك هذه، ويضعها ويمكن أن يطور من خلالها أي برنامج يريد. طبعا فيه من الواجبات التي كلفت بها الطلاب واجب اتصال الضمائر لا أعطيكم برنامج، يعني هو يحتاج إلى تطوير لا شك، لكنه في النهاية تجربة رائعة في قضية النماذج، أن اللغة العربية لغة ممكن أنها تكون محوسبة بطريقة رياضية لا اختلال فيها. أنا أستطيع أن أقول خاصة في قضايا ممكن أن نتصورها ونضعها بالتصور الرياضي أو بالنموذج الرياضي، لا يمكن أن تختلف، يعني لا يمكن، يعني حتى قضية الشواذ فيها ممكن أن تضع لها يعني عمود في الإكسل ليتعامل معها الكمبيوتر يعني. طبعا إذا كان عندك فعل متعدي يظهر له اللون أخضر في جميع الأفعال، ضمائر الرفع المرفوعة وضمائر الرفع النصب المتصلة يظهر أخضر، لكن اللازم يطلع لديك أخضر ضمائر الرفع وضمائر النصب تطلع حمراء، ولكن يعطيك وسائل التعدية يمكن أن تستعين بها، ويعطيك إشارة أنك ممكن تستعين بوسائل التعدية مثل خرج، ممكن أن تضع لها أخرج وتصبح متعدية بدلا من هنا. جمعنا بين قضيتين، قضية أعلم الطلاب ما هو النحو وكيف يمكن أن يتصورونه وكيف يمكن أن يبرمجوه. أنا استفدت من حيث كيف برمجوه على طرق رياضية محددة، وكيف وهم استفادوا تعلم شيء من العربية في التفريق بين الفعل المتعدي والفعل اللازم الذي يمكن أن يستخدمه، وكذلك حتى في الحروف في استخدام التعدية بحروف الجر، كيف نعرف معاني حروف الجر في الإضافة. فهذه أنا أعتبرها إضافة نوعية مهمة جدا لكي نقضي على قضية الطرف الذي يعمل لوحده من الحاسوبين، وكذلك الطرف الآخر الذي يعمل من اللغويين دون خبرة الحاسوبين، فالدمج بينهما مهم جدا. الأمر الثاني من المقترحات التي أود أن أنبه لها وأشير إليها هي قضية النماذج اللغوية، من المسؤول عنها النموذج اللغوي الذي نبني البيانات عليه وعلى أساسه لتدريب الكمبيوتر عليه، لأنه يعتبر مثل السماع أو قضية السماع عند اللغويين القدماء هذا النموذج اللغوي، فمن المسؤول عنه؟ هل هي المجامع اللغوية أو لجان معينة لكي لا يصبح هناك اضطراب أو خلل في وحماية اللغة من حيث النماذج اللغوية؟ لابد أن تكون محكمة، وما هي المعايير التي يمكن أن نضعها لهذه القضايا حتى في قضية البرامج المنتجة الموجودة في السوق، مدى صلاحيتها، متى، هل هي معينة، هل اختزلت، هل نقصت، هل زادت، هل أعطت جمل غير صحيحة ووضعتها في الصحيح، وغير ذلك من القضايا التي نحتاج إلى ضبطها. والحقيقة يعني الموضوع كبير، وأنا لو كنت أريد حتى أعطيكم الدوال في الإكسل في قضية كيف ننظف وكيف نحسب وكيف نحسب الكلمات وكيف نحسب المكرر وغير ذلك، لكني والله أحس أن الوقت قد يعني أزف وانتهى الآن الساعة 2:10، وأستأذنكم يعني وأعتذر منكم
وشكر الله لكم مرة أخرى على هذا التحمل والصبر معي حول هذه القضية اللي فعلا شائكة، أنا شائكة علي أنا قبلكم، ولعلي أستفيد من خبراتكم ومن مداخلاتكم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام، بارك الله فيكم وحفظكم سعادة الدكتور الكريم عبد الكريم الزهراني، وشكر لكم على ما تفضلتم به من ثراء وإثراء لقضية الرقمنة العربية من خلال محاور ثلاثة: الحاجات الفنية، المعطيات اللغوية، ومقترحات ونشاطات. وأجبتم في محور الحاجات الفنية التقنية عن تساؤلات مهمة، منها: هل لدينا فجوة رقمية؟ وهل هي حاجة معرفية أم مكتسبة أم كلاهما؟ وبينتم، بارك الله فيكم، مصطلح التكييف وفك التشفير وغيره. وبينتم المعطيات اللغوية وما الذي يشترط فيها، وما الفرق بين المحلل الصرفي والمقسمات للكلمة، والمتطلبات اللغوية وطرق التحليل الصرفي، إلى غير ذلك من النقاط المطروحة الجادة في قضية الرقمنة. فبارك الله فيكم دكتور عبد الكريم، ومدكم علما وتحقيقا، وزادكم إحسانا وتوفيقا. ونبدأ إن شاء الله مداخلاتنا. الدكتورة شوقية محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد مرحبا. الله مساءكم بكل خير. شكرا مجمعنا المكي بهذه الإثراءات الأسبوعية. شكرا لضيفنا الدكتور عبد الكريم على هذا الإثراء. نحن من نريد أن نستعين بك ونبعد عن أنفسنا التشاؤم، ولكن بإذن الله تعالى منذ أن دعيتنا نحن اللغويين لنضم صوتنا لصوتك، فبإذن الله تعالى سنعيش على هذا الفائل لصناعة تحول رقمي يخدم لغتنا العربية. دكتور، الآن ما هو الأهم؟ الحاجة، يعني خصوصا في عالم البرمجة، نحن بحاجة لكي نصمم تلك البرمجة الدافعة للكلام الفصيح الواضح الصحيح، أم نحن بحاجة لصناعة برمجة تعلم هذه القواعد التي هي في شاكلتها معقدة أيضا؟ نحن نريد أن نصنع ذلك المنتج. هل أنت الآن من خلال قراءاتك، دعنا يعني نبتعد قليلا عن الأبحاث، هي تكاد تكون غزيرة ولكن لا تقارن بالإنتاجية في عالم البرمجة التي صممت لخدمة اللغة العربية. نحن نريد، أين ذلك المنتج؟ خلينا أقول لك، يخرج من السعودية لينافس تلك الأعمال المؤسسية الكبيرة من شركة أبل وسامسونج وغيرها وجوجل ومايكروسوفت. اليوم هذه الشركات موجودة عندنا في السعودية، فأعتقد أن الشراكة معها بحد ذاتها ستسهم شيئا كبيرا في تحويل هذه الأفكار التي تأتي من تفكيرنا وإبداعنا الجمعي، ومن ثم بالشراكة مع هذه المؤسسات نستطيع أن نصمم هذا المنتج. دكتورنا العزيز، يعني أنا من أسابيع كنت في ملتقى رقمنة عالمية عملته هيئة الاتصالات ووزارة الاتصالات. كل الحديث كان عن تلك الشركات الناشئة، هي جميعها تعتمد على الجانب التجاري وليس همها خدمة هذه اللغة العربية. شركات ناشئة لكنها تعتمد على التسويق، الغذاء، التجميل، الدواء، قلة قلة من اهتم بجانب اللغة. في حين عندما سألت أين نحن من هذا التوجه لمنافسة الشركات العالمية، نحن لم نستطع للآن أن نصنع منتج لغوي للغة العربية ينافس سيري. عارف هذا النظام سيري اللي موجود في الآيفون؟ لم نستطع أن نعمل مثل هذا المنتج. ما الذي يعيقنا اليوم؟ الشراكات متواجدة: مركز الملك سلمان للغة العربية، وزارة الاتصالات، مركز الملك عبد العزيز الثقافي الحضاري إثراء، الجامعات. هذه جهات جميعها إذا تشاركت حتما سنصنع هذا التوجه. طبعا مهما تكلمت ومهما قلت، أكيد أن ما لديكم من تجارب في بحث هذا التشارك هو أقوى من يعني مما نشاهده ونراه. شكرا لكم. شكرا دكتور شوقي. بارك الله فيك دكتور شوقي. الدكتور عبد الرزاق غزال، السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور. أنا مش دكتور وعليكم لكن أنا السلام. طالب دكتور عبد مرحبا، الكريم. أهلا وسهلا. بس كان عندي سؤال دكتور عبد الكريم، إذا كان يريد مشاركة البرنامج فأنا عندي نسخة منه ويمكنني مشاركة الشاشة إذا أراد وكان الوقت يسعف. نعم أخي، بارك الله فيك. ممكن لكن هو مثال وتجربة، لكن خلاص يعني الفكرة وصلت إن شاء الله تعالى، وشكرا لك عبد الرزاق على هذا الأمر. يعني الفكرة وصلت أن ممكن أن أعطي نماذج للطلاب، ويمكن أن نشكل في النهاية كمشروع في النهاية من إنتاج الطلاب. وقضية المحللات النحوية أو الصرفية ممكنة أن تبرمجها رياضيا في اللغة. أنا هذه الفكرة أبغى أوصلها للزملاء، لأن قضية البيانات الضخمة التي نسمعها هي قضية تحويل الكتاب إلى صوت، وإلى الحرف إلى صوت، وفي قضايا النطق إلى الآن وجدت البيانات الضخمة نحتاجها هناك. أما هنا كنظام سيري اللي ذكرته قبلها، لكن وصلت الفكرة إن شاء الله. وإذا أردتم يا دكتور ممكن يعني نعطيه المشاركة ويشارك، ما عندنا مشكلة، لكن أنا أرى أن الفكرة وصلت. يعني جزاك الله خير، شكرا لك. نعم دكتور عبد الكريم، الدكتور خالد الدريان له سؤال أرسله إلى المجموعة. من المعني ببرمجة اللغة؟ أهو اللغوي النحوي أم الحاسوبي؟ طيب نجيب على طول واحدة. طيب والله الاثنين معا. أنا أقول طبعا ما هو النصيب أو ما هي النسبة، ممكن أن نقول ما هي النسبة التي يعني ممكن أن تكون على اللغوي أكثر، لأن المبرمج في النهاية آخر شيء أعطيه التصور الرياضي اللي ممكن أن تحول القواعد فيه إلى هذا، وأعطيه يسوي لك المنتج. فالحقيقة يمكن النسبة، وأنا تناقشت قبل أن يموت الدكتور محمد حناش الله يغفر له ويرحمه، تسألت عن هذا النقطة فعلا، من كيف النسبة؟ والله أذكر أنه قال 10% على المبرمج، حتى قال آخر شيء قال لي لا يمكن ما تحصل على 10%، يمكن حتى 5%، لأن فعلا دوره في النهاية أهم شيء أنك تتصور القاعدة اللغوية بطريقة رياضية محوسبة، ويمكن أن ينتجها لك الكمبيوتر، لأن الآن قضية التقنية والتطور فيها هائل جدا. ونحن كنا نتكلم عن تحويل عن التعرف الآلي على وزن الشعر صوتيا عام 2007. يا أخي الكريم، لم نبدأ فعلا يعني الفعل الجاد في هذا وإنتاج البرنامج إلا بعد 2016. لماذا؟ لأن كان هناك قفزات نوعية كبرى في قضية النطق. فالمعني الاثنين مع بعض، لكن النسب لا شك أن اللغوي يحتل الجانب الكبير فيها. وشكرا لك. أما بالنسبة لسؤال الأخت شوقية، أظن كذا نعم نعم، لكن الأمل كبير جدا، لا الأمل كبير في لغتنا. يعني الفكرة أقول لكم أن اللغة العربية يمكن حسابها، أنظر إلى المعطيات اللغوية في المحللات الصرفية، لا تحتاج بعضها إلى بيانات، ما تحتاج إلى قضية كود برمجي لغوي يعني رياضي يبرمج لك مثلا مصادر، مصدر الخماسي والرباعي، ما يحتاج أن أضع لها قيمة بيانية أو بيانات يتعرف عليها من خلال القوائم. المصدر الخماسي والرباعي مثلا، يعني كمثال بسيط يعني يسير وواضح، مصدر الرباعي والخماسي عندي منضبط مضطرد ما فيه أي اختلاف، فخلاص ضعه في قضية معالجة رياضية معينة وتنتهي بلغة بايثون أو بأي لغة، لغة جافا ولا بلغة سي شارب وغيرها. فالأمل موجود والعزيمة موجودة والهمم موجودة، ويمكن أنا تساءلت كثيرا لماذا إيقاعنا في فجوة رقمية من قضية البيانات الضخمة. أنا أتساءل ليش، لماذا وقعنا في هذا الوهم، أو نترك النظم الخبيرة
وننطلق إلى البيانات. من الذي صنع لنا هذا؟ ما الذي وجهنا لهذا؟ هي يمكن في قضية النطق فقط، أما قضية التحليل النحوي والصرفي لا، ممكن جدا. بارك الله فيكم. الله يبارك. نعم دكتور، هناك مداخلة أخرى للدكتور خليفة ميساوي. السلام عليكم. شكرا جزيلا. أولا شكرا جزيلا للدكتور عبد الكريم الزهراني على هذه المحاضرة التي يعني أثارت كثيرا من المشاكل والقضايا التي تهم اللغة العربية، وشكرا كذلك لمجمع اللغة العربية بمكة والقائمين عليه كلا باسمه. فعلا هذه القضية هي يعني شائكة ومعقدة، وهذا التعقيد يأتي من عدة جوانب، منها الجانب التعليمي. هذا الجانب التعليمي الذي ما زال يفصل في جامعاتنا العربية بين اللغوي أو اللساني والحاسوبي، في حين أن الجامعات الغربية تفتنت إلى مثل هذه المشاكل منذ أواخر السبعينات، جميل. ويعني كونت مختصين في اللسانيات الحاسوبية. نحن ليس لدينا في الوطن العربي إلى اليوم لسانيات حاسوبية، إما عندنا من هو مختص في اللسانيات وعددهم قليل، أو مختص في البرمجيات وهذا في كلية الحاسب الآلي. وهذا الفصل بين اللسانيات والحوسبة هو الذي جعل الأستاذ يتساءل وغيره كذلك عن الفجوة الرقمية، في حين أني أذكر مثلا الرقمنة دخلت إلى تونس عام 63 وأنشئت شركات كبيرة، مثلا شركة سيموس 1977 أنشأها محمد عز الدين تونسي، وقام بهذه الأشغال التي تحدث عنها كلها في السبعينات، كل البرامج طبعا إلى ما قام به الأستاذ المصري علي في الكويت، يعني مجهودات كبيرة جدا موجودة ومؤتمرات عقدت هنا وهناك، ولكن المشكل ما زال متواصل. هذا سؤال، لماذا هذا المشكل متواصل؟ لأن عندنا مشكل في البنية، في الهيكلة. عندنا كل جامعة تفتح هنا قسم والآخر يفتح هناك قسم، أو كل دولة تفتح مؤسسة من المؤسسات، ولا يوجد مجهود جماعي يهم كل اللغة العربية. أنا أفضل هذه مسألة النماذج، مثلا لماذا لم تقم بها الجامعة العربية؟ منظمة الألكسو ما دورها في هذا؟ يعني وكل الدول العربية تساهم في هذا بعلماء وخبراء وتمويل إلى غير ذلك، تحت مظلة واحدة يمكن في هذا بهذه الطريقة نستفيد. أما أن يعني نجلس أو نقف على هذا، على هذه الحالة التي فيها نحن الآن، هذا التشتت هنا وهناك، ودون وجود مختصين فعلا، هذا جاي من النحو والأخر جاي من اللسانيات والأخر جاي من الأدب، ويعني يضيف شيئا من البرمجة أو شيئا من الحوسبة ويقول أنا أنجزت شيئا، أعتقد هذا ليس صحيح. هناك شركات كبرى في العالم، أنا شخصيا اشتغلت في شركة في باريس لمدة سنتين تهتم ببرمجة ورقمنة اللغة العربية، وهي شركة أمريكية فرنسية، يعني من كبار الدول المساهمين فيها. ليست سهلة العملية بهذه الطريقة حتى ننجزها في جامعة أو في قسم من الأقسام. يعني قضية أخرى تهم اللغة العربية في حد ذاتها. طبعا إذا أردنا أن نبرمج أو نحوسب لابد أن يكون لدينا نموذج رياضي. الرياضيات هي العلم الكوني الذي يجمع يعني كل اللغات. وبعد ذلك إذا فهمنا هذا العلم الكوني وأخضعنا له اللغة العربية، هناك خصوصيات يمكن أن يعني نتفاداها بتطبيقات يعني ثانوية وتضيف إلى هذا. هذا غير متوفر عند الباحثين العرب. يعني نحن يعني نفهم في النحو، في قواعد النحو، هل نفهم في الرياضيات؟ هذا غير صحيح. تشومسكي كيف أقام نظريته؟ لأنه من خريج معهد رياضيات، ويفهم في الرياضيات ويفهم في الفلسفة وعدة علوم تجتمع، ليس النحو أو اللغة أو اللسانيات وحدها هكذا نريد أن نقوم ب يعني اكتشاف أو برمجة اللغة العربية برمجة صحيحة. موضوع آخر، موضوع المدونة، مدونة اللغة العربية. هل لدينا نحن اليوم مدونة كاملة في اللغة العربية؟ هذا غير موجود، لأننا لم نعمل على ما يسمى بالأطلس اللساني العربي من عمان إلى المغرب، يعني كل المناطق العربية يجب أن تمسح مسحا لغويا حقيقيا، ثم يعني يرقمن ويوضع يعني
قاعدة بيانات كبرى تهم كل اللغة العربية مكتوبة وشفوية، وعندها سنتحدث عن الرقمنة الحقيقية للغة العربية. وشكرا جزيلا. شكرا لكم. نعم، تفضل دكتور عبد الكريم. جزاه الله خير، ما شاء الله. صحيح، هو الدمج بين علم اللغة والحاسب ضروري. أنا أقول، ما هو الحاجات الفنية اللي ممكن أن يتسلح بها اللغوي حتى يدخل في هذا المجال؟ هل يكفيه؟ أنا أقول يكفيه أن يعرف التصورات أو كيف يمكن أن يتعامل مع الحاسب من خلالها. طبعا معرفة الدوال ومعرفة القضايا الجبرية والتفاضل والتكامل هو بحاجته، لكنه لا يشترط أن يدخل فيه بعمق، بقدر ما يخدم القضية التي يريد أن تكون موجودة لديه. فيعني قضية الجمل الشرطية ممكن تخرج منها مخرجات ونماذج تطبيقية كثيرة في اللغة، يعني وليست يعني مستحيلة، بالعكس أراها متوفرة. هم يقولون يعني مثلا في المحل الصرفي، لو وضعت المدخلات اللي هو وزن أوزان الكلمات كمدخل، لأنه وأدخلت الكلمة وتتكيف مع القالب مباشرة، أنتجت منتج ومحلل صرفي جميل ولا لا عوج فيه. جزاكم الله خير، هذا يعني، حياكم وأتفق دكتور. معك رأيي. نعم، بارك الله فيكم دكتور عبد الكريم. في الختام أتقدم بأخلص الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الكريم الزهراني على هذا الطرح الثري في قضية عصرية جادة تمثل تحديا كبيرا من التحديات التي تقابل العربية في مسيرتها الحالية والمستقبلية في عالم يتجه بقوة نحو حوسبة اللغة وبرمجتها رياضيا ورقميا. كل الشكر والتقدير لكم سعادة الدكتور عبد الكريم، وكل الشكر والتقدير لكل من شاركنا من الضيوف الكرام أساتذة وطلاب ومحبين. ونود أن نلفت عناية حضراتكم إلى أنه في حال الرغبة في إصدار شهادة حضور نرجو ملء النموذج مرسل، كما نشير إلى أن لقاء السبت القادم بحول الله تعالى سيكون بعنوان الملتبس في تاريخ الخط العربي، النقط أنموذجا يصحبنا فيه سعادة الأستاذ الدكتور محمد ربيع الغامدي حفظه الله. فإلى الملتقى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.